إذن مشاهدي محمد يا بريس، أهلا وسهلا بكم في البث المباشر والخبر العاجل حول فيروس كورونا وشباب المحمدية هذه المرة. إذن بينما التحقوا بنا المشاهدين ديالنا غادي نتكلموا، على الأقل يدخلوا 100 ولا 150 ديك الساعة غادي نتكلموا إن شاء الله. إذن قوم معنا في هذا البث المباشر. كنتواجدوا في القصبة ديال المحمدية، نقوموا بعملية تقنية وبعدها إن شاء الله بينما دخلوا جميع الأصدقاء ديال الصفحة ديال البث المباشر أكدوا لنا الصوت، الصوت مزيان، يعاودوا أكدوا لنا حتى المشاهدين، أكدوا لنا المشاهدين في هذا الخبر العاجل. حاول تدخل شوف المحمدية شحال السيت عندك، هذاك السيت ولا ما عندكش؟ ما عندكش، انا نصيفطو لك باش نشوفوا المحمديه شحال فيها من حاله في نفس الوقت. انا غادي نصيفطو لك، انا نصيفطو لك. اذا بقاو معنا في هذا البث المباشر بين ما يدخلوا باقي الاصدقاء ديال الصفحه. بلاتي انا نصيفطو لك، لا صيفط ها وشوف لتحت صافي، ها هو كليك عليه. اذا الخبر العاجل بقوا معنا التقنيه. إذن مشاهدينا أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر اللي كنقلوا لكم مباشرة من مدينة المحمدية وبالضبط من القصبة ديال المحمدية. سجل شباب المحمدية لكرة القدم حالتين إيجابيتين بمعنى مؤكدتين بطبيعة الحال للإصابة بفيروس كورونا اليوم الاثنين للاعب من الفريق الأول وعضو من الطاقم التقني حسب ما أوردت جريدة الصباح. هذا المصدر من جريدة الصباح، وغادي يخضع المصابان للعلاج وفق البروتوكول الصحي المعتمد من قبل الوزارة الوصية، فيما سيخضع باقي اللاعبين والأطقم التقنية والإدارية للتحليلات قبل استئناف التدريب استعدادا للمباراة المقبلة أمام جمعية سلا. ويتصدر شباب المحمدية ترتيب القسم الثاني ب 41 نقطة. إذا كان هذا خبر من جريدة الصباح، إصابة كتقول أنه إصابة اللاعبين بفيروس كورونا، لكن في مجموعة راديو شباب المحمدية الصفحة اللي تابعة المحمدية بريس، وفيها عدد كبير من الجماهير ديال شباب المحمدية، وفيها يعني أيضا منخرطين ديال شباب المحمدية اللي عندهم واحد الدراية بطبيعة الحال بفريق شباب المحمدية اللي هي هذه الصفحة باش تعرفوها. صفحة تقريبا عندها واحد العام، الاسم ديالها راديو شباب المحمدية في جروب الواتساب. يقول أحد الأعضاء فيها وهو منخرط: خبر مؤكد للأسف، إصابة أربع عناصر من الفريق لحدود الساعة، مساعد للمدرب، لاعب إداري وعنصر من الطاقم الطبي. إذا غادي نحاولوا يعني هذا المساء باش غادي نتصلوا يعني بمسؤولين بالمكتب المسير اللي غادي يأكد لنا هذا الخبر. طبعا هو خبر مؤكد، ولكن بغينا نعرفوا شحال ديال اللاعبين اللي تصابوا بفيروس كورونا من فريق شباب المحمديه. واش هذه الاصابات هذه جات من يعني من بنقرير او لا كانت قبل؟ ضروري خاصنا نعرفوا مناش. اذا كما كتعرفوا مدينه المحمديه فيها كل نهار كتسجل عدد من الاصابات بفيروس كورونا، بعض المرات 11، بعض المرات 20، بعض المرات 34، يعني الوضع خطير وخطير جدا. اذا شوف لنا المحمديه شحال اليوم، بلاتي نشوف نشوفوا. اذا نقوم معنا في هذا نشوف هنا الفوق
عاود تخرجت بلا سين، عاود دخل، عاود دخل، هو هذا بحال بانت لي 20، فهمتيني؟ اذا غالبا غالبا اخر تحديث واليوم 10 في الشهر ياك. صافي داكوغ، انا غادي نقول لك دابا شحال، نشوفوا الحالات ديال الاصابه بفيروس كورونا. طلع تنوصل لجهاز الدار البيضاء، جهاز الدار البيضاء. اذا بقاو معنا في هذا البث المباشر اللي كنقول لكم القسوه ديال المحمديه هي هذيك. اذا بالنسبه للاحصائيات، الاحصائيات ديال فيروس كورونا جهه الدار البيضاء اصطات خلال 24 ساعه 295، الدار البيضاء 230. بلاتي نشوفوا هنا لتحت شحال بالضبط. لا 411 اللي قلت قبيله ديال البارح، 411 بجهه الدار البيضاء، رقم مرتفع جدا. الدار البيضاء 367 حاله، المحمديه 20، الجديده 8. اذا هادو هما الجهات اللي تابعين لجهه الدار البيضاء اللي تسجلات فيهم اصابات بفيروس كورونا، اهمها الدار البيضاء 367، نعاود نكرر، المحمديه 20 اصابه، 20 اصابه. اذا كيخص ضروري اخذ الحيطه والحذر. يعني انتم كما كتشوفوا فيروس كورونا ما كيختارش هذا ولا هذا، فيروس كورونا عنده كل شيء بحال بحال. يعني كما كتشوفوا للاسف لاعبين من شباب المحمديه اللي تصابوا بهذا الفيروس هذا، باقي ما عرفناش واش هما جوج او الاربعه. على العموم حنا كنتمنوا لهم الشفاء، كنتمنوا لهم الشفاء العاجل، ويتابعوا المسيره الكرويه ديالهم بسلام، وتستمر البطوله الوطنيه في كرة القدم. الو الو، السلام عليكم. لاباس الحمد لله. حنا في بث مباشر، شكون معنا؟ من عين حرود. خالد من عين حرودة، مرحبا. بغيتي دير شي مداخلة؟ بغيتي دير شي مداخلة؟ واش نوقف هاد المداخلة؟ مرحبا مرحبا، عندك واحد الدقيقة ونس، لأنه كاين واحد الضغط على الهاتف الآخر وهذا، تفضل. مرحبا. بالنسبة لعين حرودة صغير محترم بشاشة، الناس يعني ما كيهمهاش واش الوباء كاين ولا لا، حاليا في مقهى ومنقولة مباراة ديال الوداد البيضاوي، واحد الضغط كثير على المقهى، بنادم جالس داك ما مات. نعم. كاين تباعد وما عرفناش يعني شنو غنديروا مع هاد الناس اللي كتجي تدور معاه تقول ليه تباعد. انت غير من الزبناء ديال المقهى. يعني من الزبناء ديال المقهى ومن الساكنة ديال حي. وعندك غير على المقهى وكتبغي السلامة ديالهم، فهمتيني؟ ولكن الله غير. كاينين رجال السلطان السي خالد المقدام وهذا جالسين، والله هو براسه الناس كيتفرجوا ولا يحركوا. إذا المسؤولين، إذا المسؤولين بعمالة المحمدية وعلى رأسهم السيد العام والكاتب العام أنهم يتدخلوا في هذه المسائل هذا. ها أنتم كما كتسمعوا، كما كنسمعوا. المقدم داخل معاهم في القهوة اللي خاصو يد. إذا كنشكروك على 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 الغيرة ديالك. مرحبا السي خالد. وخذ شوف. الناس يديروا كمامات ديالهم. حاول تنصحهم، حاول تنصحهم قدر الإمكان. علاش؟ اش من شارع هذا؟ اش من شارع؟ اش من شارع؟ شارع فلسطين، إقامة بلير في عين حرودة. صافي صافي صافي، المهم نفضل. صافي إن شاء الله، صافي إن شاء الله، غادي إن شاء الله نتمنوا يكون شي تدخل، نتمنوا نتمنى يكون تدخل سلمي وحبي. شكرا لكم. شكرا شكرا شكرا. إذا كنتمنوا من المسؤولين بجماعة عين حرودة أنهم يحثوا أصحاب المقاهي باش يحترموا الزبناء ديالهم، التباعد والسلامه والوقايه باش ما يتصابوش بهذا الفيروس اللعين ديال كورونا. والخبر العاجل وهو اصابه لاعبين من شباب المحمديه بفيروس كورونا. اذا بقاو معنا في هذا البث المباشر. علي الخبر صحيح، هي 4 ولا 2؟
اي اداري اربعة صافي اربعة اداري وطبي وتقني ولاعب كنتمناو لهم الشفاء سير بصح مني قال صحابي شكرا. كان معنا هذا عالم منخرط بشباب المحمديه اللي كنحييوه راه عطاونا يعني اربعه دابا رسميا اربعه ديال اللاعبين ثلاثه ديال اللاعبين وواحد من واحد اطار صحي ياك. اذا كنحييوهم على المعلومه وكنتمنوا لهم الشفاء العاجل بطبيعه الحال. المكسب المسير لشباب المحمدي برئاسه السيد هشام يتمنى غادي يدير يعني الواجب ديالو بخصوص هاد اللاعبين هادو. باش يتم الشفاء ديالهم عما قريب ان شاء الله. السلام بخير كي داير كلشي مزيان الله يحفظك بارك الله فيك. اذا نخرجوا من هذه المنطقه هذه. إذن الخبر المؤكد وهو أربع حالات ديال الإصابة بفيروس كورونا من فريق شباب المحمدية وللأسف وكنتمناو لهم الشفاء. التفاصيل أكثر حول هذا الموضوع إن شاء الله هذه الليلة هذه. 20 إصابة على العموم خلال 24 ساعة الأخيرة. 20 إصابة بمدينة المحمدية أو عمالة المحمدية. إذن أوردت جريدة الصباح هذا الخبر وتم التأكيد ديالو من طرف منخرطين بشباب المحمدية. إذن كانت تواجدوا في شارع الحسن الثاني. بخير. إذا الخبر مؤسف صراحة. في الوقت اللي يعني شباب المحمدية كيستعد بكل ثقة وثبات وحماس من طرف الجماهير ديالو لاعبين اللي كيتصابوا بفيروس كورونا ولاعبين مهمين بطبيعة الحال بالنسبة للفريق كيتصابوا بفيروس كورونا. طبعا الخطة غادي تبدل بزاف ديال الامور اللي غادي تاخذ واحد منها ولكن هذا ما يمنعش انه راه كاينه العزيمه وكاين الاصرار وكاين مدرب اللي غادي يعرف كيفاش غادي يجيري هاد المباراه القادمه اللي مع شكون مع اسي مع سلا الجمعيه السلاويه. اذا كنتمنوا التوفيق لشباب المحمديه والصعود ان شاء الله. الصعود ان شاء الله لا شك فيه ان شاء الله غادي يكون الصعود للقسم الوطني الاول. الفريق غادي يرجع للمكانه ديالو. حنا ما غاديش نقولوا غادي يصعد للقسم الاول وانما غادي يرجع للمكانه ديالو كما كيقول ديما بوروين. وتحيه للسي بوروين هذه الكلمه اللي كيقول دائما ملي كنقول لي غادي يصعد يقول لي ما تقولش غادي يصعد وانما غيرجع لبلاصتو. عرفتي واحد زعزعتيه من بلاصتو ورجعتيه ليها كنتكلموا بالدارجه بلغه الكره. كاين ولا ما كاينش؟ وبالمناسبة كنتمناو للفريق اتحاد المحمدية أيضا يصعد. قبيلة تكلمنا مع المكسب أعضاء من المكسب التقني ديال اتحاد المحمدية باش إن شاء الله نواكبوهم في التدريب ديالهم اللي كيديروه في ملعب العاليه باش ان شاء الله يعني نسلطوا عليه يعني الاعلام المحلي ديالنا باش ما تبقاش الاضواء فقط غير على شباب المحمديه. حنا بغينا اتحاد المحمديه حتى هي ترجع للمكانه ديالها اللي هو القسم الوطني الاول ان شاء الله.
إذن في هذه المناسبة كنتمناو الجهات المعنية والمسؤولة والجماعة أنهم يهتموا أيضا بالفريق ديال الاتحاد المحمدية. أما بالنسبة لشباب المحمدية فالصعود كما قلت ما غاديش نقول أكيد، وإنما راه 99.99% إن شاء الله غيكون الصعود. شباب المحمدية ولات عنده واحد القاعدة جماهيرية كبيرة، وإعلاميا ووطنيا وحتى عربيا ولات مسلطة عليه الأضواء، وهذا شيء جميل، وهذا بفضل الحنكة ديال الرئيس هشام أيتمنى. إذا أكدوا المشاهدين اليوم 20 حالة ديال الإصابة بفيروس كورونا بالمحمدية أو بعملة المحمدية، طبعا اللي كنقولوا عملة المحمدية بمعنى كل الجماعات التابعة للإقليم، واللي نذكروا بهم سيدي موسى المجدوب، سيدي موسى بن علي، شلالات، عين حرودة، بني خلف، المحمدية. إذا المواطنين ياخذوا الحيطة والحذر، فيروس كورونا ما كيخيرش بين هذا وهذا. الحاجه اللي دائما كنقول وهو السلام، السلام الله يخليكم، ما تبقاوش تسلموا، راه هادشي كله كيجيبوا هاد السلام وهاد التعناق، راه هاد السلام وهاد التعناق راه هو اللي كيجيب هاد المرض هذا. وقله التباعد، راه نبغي نتكلم مع شي واحد لا في الكافي لا في شي تجمع، لا في شي مصلحه مثلا في بنكه او لا في مثلا عند البريد او لا في شي مصلحه اخرى ديال ليدي، كل هذا يكون التباعد. وبهذه المناسبه راه دزنا الصباح من حدا ليديك، راه بان لينا واحد الاكتظاظ كبير وخطير صراحه، راه ضروري خاص يكون التباعد. كنتمناو من المسؤولين في ليديك يعني يخصوا واحد العناصر اللي تقوم بالتاطير ديال المواطنين وتخليهم يديروا التباعد مع بعضياتهم. اذا بقاو معنا في هذا البث المباشر اللي كننقلوه لكم الان من هذا الحي الجميل، حي السعاده. اذا في الطريق ديالنا الى احياء اخرى بمدينه المحمديه. اذا بقاو معنا في هذا البث المباشر، وكنتمنوا التوعيه من طرف الجميع بالنسبة لهذا الوباء هذا. كنتمناو القنوات التلفزيونية الوطنية تزيد تكثف المجهود ديالها باش توعي المواطنين. وبركة علينا من هذوك المسلسلات ديال هذا سامحيني، هذا ما عرفتش شنو هو، قول لي شنو سامحيني، وهذا ما بقاش واقع سامحيني، المهم على شاكلة سامحيني وهذا. اذا بقاو معنا هنا في هذه البلاصه، راه خاص يكون واحد ستوب صراحه، لان كيوقع بزاف ديال الحوادث السير، ولو ان دابا اللي داز من راه مسموح ليه، ولكن كاين اللي ما كيكونش عارف وكيدير حادثه سير، ياك خاص تكون هنا، خاص ترجع تكون هنا ستوب من الاحسن. اذا من بعد هذا الخبر العاجل اللي قلناه لكم ما فيها باس، خاصه ان كاين المشاهدين الاصدقاء ديالنا اللي بطبيعه الحال كيعجبهم المباشر ديالنا وكيبغيو يشوفوا من خلاله مدينه المحمديه، نجولوا بهم في مدينه المحمديه للحظات. ولو ان المحمديه صراحه راه ما بقى فيها ما يتشاف، غنقولها بكل صراحه، راه الدمار وصافي، وكأن بعض الشظايا ديال لبنان جات هنايا، راه اقولها بكل صراحه، لانه ان شاء الله اليوم حنا راه سجلنا واحد الفيديو ديال جميع هاد الكوارث اللي كاينه في المحمديه، وراه غادي نعرضوها لكم ان شاء الله غدا، وغادي تشوفوها، غادي تشوفوا المحمديه على حقيقتها، حيت ملي كنكونوا دايرين بحال هكا اللايف ما بطبيعة الحال كنزلوا بعض المشاهد، ولكن راه ملي كنسجلوها يعني بدون لايف بكاميرا اتش دي غادي تشوفوا ان شاء الله الصوره. وكنتاسفوا اننا غادي نعرضوا هذا الفيديو ده، كنتاسفوا، كنا كنتمنوا ان يعني نصوروا شي جماليه ديال مدينه المحمديه، خاصه انها مدينه الزهور، ولكن
ضروري هذا الشيء خصو يتصور ويبان ويتعرض في اليوتيوب في جميع وسائل التواصل الاجتماعي باش توصل لجميع المسؤولين لا على صعيد المحمدية او للدار البيضاء او حتى الرباط. اذا حنا دابا خرجنا لشارع المقاومة. نعاود نذكروا بالخبر العاجل وهو إصابة لاعبين من شباب المحمدية وواحد من الطاقم الطبي بفيروس كورونا. الخبر تعلن مباشرة بعد العودة ديالهم من أمس من مدينة بن قرير من بعد التعادل اللي حصل عليه شباب المحمدية مع شباب بن قرير. الصورة مزيانة ياك، أكدوا لينا الصوت واش مزيانة الله يخليكم، حيت دابا داير الكمامة هنايا والكمامة سردات واحد شوية مع كثرة الهضرة. كاين ما كاينش ولا كاينة شي كمامة أخرى؟ كايناش، واخا أنا غنبدل هاد الكمامة هادي. هو حقيقة الواحد خاصو يبدل الكمامة على في كل ربعة ديال السويع، أنا تقريبا داير النهار كامل وأنا دايرها. هادي مزيره شويه، هاد الاثنين نلصقو هاد هنا كاع صافي سي بون. إذن بقاو معنا في هذا البث المباشر، والمشاهدين اللي انضموا لنا اول مره في هذه الصفحه هذه ديال ام بي لايف انهم يديروا جيم ويفعلوا الجرس باش دائما يوصلهم الجديد في جميع المجالات، لا من خلال التغطيات الاخباريه او من خلال شكايات المواطنين او من خلال تغطيه الندوات المختلفه الفنيه الثقافيه الرياضيه. مجموعه ديال الكلاب عبد الله، شوف 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 شو هنا شحال، شوف 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 شو شو شحال من واحد، حسب لي شحال تماك، شحال حسب لي. هادشي خطير، هادشي حنا غادي نعاودو نديرو الدورة ونوريكم هادشي. 16 كلب، 16 كلب، ها هو 17 كلب. حنا غادي نوضعوكم في الصورة، حنا نوضعوكم في الصورة، ها هما. خطير هادشي، خطير 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 خطير. حنا غادي نوري، أنا غادي نوريه ليكم، أنا غادي نوريكم ياك دابا بالصدفة. خطير خطير هادشي. بليتي نسد الدجاج باش تنزل معايا. واش كيلة؟ واش هادي مدينة؟ هاك 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 سير، أنا نزلت لك مدينة. اذا هانتوما كتشوفوه في الصوره، هاجي هاجي هانتوما شوفوا هذا المشهد، هذا شوفوا شحال ديال الكلاب الضاله اللي كاينين هنايا. شوف شي 21 كلب تقريبا، 21 كلب اللي هنايا في التقاطع ديال شارع تادله وشارع المقاومه في هاد المداره هذه. هانتوما شوف شوف شحال راهم دابا تقسموا، النص راه هو مشى لهيها والنص ها هو هنايا. اذا شوف شوف تعال معايا، تعال باش نوضح هادشي للمسؤولين المواطنين اللي راه عارفين هادشي. ما تزيكزاكيش باش ها انتم شوفوا، ها تشوف هنا شحال. اذا ها انتم مشاهدينا شوفوا مدينه الزهور، شوفوا شحال العدد ديال الكلاب الضاله هنايا. انت هنا غادي نحاول باش نحسبهم ليكم. هنا 14 كلب. السلام عليكم. خير اخويا. كاين شتي هاد الكلاب هادو؟ وي اخويا الكلاب هادو راهم مشوهين بلادنا،
الناس اللي راه الناس مسؤولين ما بقاوش كيديروا الخدمه ديالهم ما بقاوش كيديروها. راه حسومه هادشي هذا اللي اكثر من 22 كلب هنايا. حسومه هادشي هذا حرام اللي كنشوفوه في بلادنا. الناس البراني كيجي كيشوف ضحك لينا على بلادنا. فينا من المسؤولين بغينا نعرفوا. ماشي غير الكلاب، راه حتى الحمير حاشاكم، حتى البغال والطريق محفره، سارحين في لي رون بوين في المسائل المساحات الخضراء. راه حرام هادشي راه كيضرنا. انا كنغير على بلادي وما كنبغيش نشوف بلادي موسخه. ما كانش بغيش انا كنحشموا نصوروا هادشي يشوفوه النصارى ويشوفوه الجاليه ويشوفوا كنحشموا نوريو هادشي. راه حرام ولكن ضروره. كنطلبوا من المسؤولين باش يتحركوا شويه، باش ينقيوا البلاد شويه. الله يرحم الوالدين والكرارس والحمير تا هما خصهم يتحيدوا. الله يرحم الوالدين. هذه هي الرساله اللي بغيت نبلغ. انا راه كنغير على بلادي. كنشكرك على الغيره ديالك. الله ينورك. شكرا. شكرا. اذا كان هذا واحد من اصحاب الطاكسيات الصغيره المشاهدين اللي انضموا لنا في المشاهده. هانتوما كما كتشوفوا اكثر من 22 كلب، اكثر من 22 كلب اللي كاين في هذه المداره بين شارع تادلا وشارع المقاومه. معنا الفاعل الجمعوي اللي تلاقينا به بالصدفه. السلام عليكم. مرحبا بك. كتشوف هذه الكلاب الضاله اكثر من 22 كلب في هذه والكلاب الضاله هذه مده ديال سنه، والجمعيات المجتمع المدني ولا الناس كيهضروا عليهم. أيه. وما كاينش اللي كيحرك ساكن بحال ما كاينش اللجنه ديال البيئه ولا. شنو هو الاقتراح ديالكم من اجل يعني الخلاص من هذه الكلاب هذه الا الاعدام ديالهم بطبيعه الحال؟ وحنا ضد الاعدام ديالهم، الخلاص ديالهم. هي راه كاين الحمد لله واحد الديبو كبير اللي في السوق القديم. أيه. يعطيو شي كلفوا شي ناس اللي تكلفوا بهم تما ويتهلاو فيهم ما يبقاوش لاعبين في الزنقه. شكرا. اذا كان معنا عرباز الفاعل الجمعوي. اذا هانتوما مشاهد كثيره شفاء غير في هذه المداره مشاهدين، غير في هذه المداره اكثر من 10 الحاجات غريبه في هذه المنطقه هذه. هانتوما كما كتشوفوا بالصوره، هانتوما شوفوا المساحات الخضراء، المساحات الخضراء ما كاينينش، ما كيتسقاش هذا الشيء على طول هذا الشارع. كما قلت لكم قبيله حنا راه صورناه بالكاميرا اش دي وغادي نبين لكم واحد الفيديو اللي هو صراحه مؤسف. هانتوما شوفوا هنايا، شوفوا مجموعه اخرى من الكلاب الضاله اللي كاينه في المداره، وايضا كلاب ضاله اللي ها هي كتشوفوا فيها بالصوره هنايا. حنا ها هو مواطن بغى يدوز ما لقاوش منين غادي يدوزوا. انت شوفوا خايفين الله يعضوهم ولا شي حاجه. خليك معنا الشريف، خليك معنا. ايوا الشريف السلام عليكم. كيف كتشوف هاد الكلاب هادو اللي هنا انك تشاد تقول عليهم؟ واش غنقولوا كتشوفوا الدوله ما كتشوفش هادشي؟ هادشي الدور ديال الجماعه، ديال الجماعه. اجي قرب شويه بالشريف. راه ما كاينش هادو، كلشي بلايص اخرى تخلع. اعطينا مثلا هنا في المحمديه فين كاينين؟ والمحمديه في اي بلاصه مشيتي تلقاها؟ اي بلاصه فيها الكلاب. اي بلاصه فيها الكلاب. اي بلاصه فيها الكلاب. ياك شتي هذيك المراه ولدها اللي ما قدروش يدوزوا من هنا؟ شوف فيهم واش غايدير لهم؟ هانتوما كما كتشوفوا، هانتوما شوف 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 شحال ديال الكلاب هنايا. اكثر من هاد البلاصه هادي فيها هنا 18 كلب تقريبا، 18 ولا 19. وفي المداره راه كاينين بقى واحد 6 ولا 7 عاد. ها نعم الشريف اجي. ملي كانوا الناس قدام وكانت الناس الوقت ديالهم كيديروا هاد الشيء ديال الكلاب. كانت الحمله كدور وكيشدوا الكلاب وكيحيدوا الكلاب من الطريق وما كيخليوش. دابا بحال دابا شحال من واحد كيبغي يعضوا، شحال من واحد كيبغي يهاجموا هنايا، شحال من واحد. دابا شحال ديال الكلاب. وكانت الايامات كاع القديمه في الستينات وداك الشيء كانوا كيتجمعوا مع بكروسه وكيشدوا الكلاب ويديهم. كيخلوا لهم محل. كيخلوا لهم محل. دابا اللي كاين الامكانيات ما لقاوش لهم محل. ما كاين حتى شي حل. سي دابا راه هاد الكلاب اللي كاينين هنا راه خص تشوف بعد هاد الكلاب اللي كاينين. راه ماشي واحد ولا زوج، راه كتولي حاشاك بحال الصاروفه كدايزه. والهيرام ثاني عامرين بحال الحسنيه والفوق عامرين. المحمديه كامله كلاب، المحمديه كامله. حتى واحد ما كيحرك. حتى واحد ما كيحرك الساكنه ديال هذا الشيء. الانسان الكلاب كثروا يحيدوهم ولا يهزوهم يديهم لشي بلاصه بعيده من المدينه. شكرا. ويكون الحراسه على المدينه ويكون بزاف الحوايج. شكرا. اذا مشاهدينا غادي نوقفوا هذا اللايف هذا. المشهد مؤسف صراحه، ما كناش نبقاو نبينوه. راه شوف راهم فين مشاو شحال ديال الكلاب، اكثر من 18 19 واحد. راهم ولاو دايرين اجتماع تماك، راه كتشوفوا فيهم. راهم عاوتاني في المداره عاوتاني حتى هي فيها الكلاب الضاله. هما غاديين قافله، هما غاديين قافله او انهم هما جايين باش نوضعوكم بالصوره. زومي زومي كاميرامان زومي زومي نيت زومي اتفرج على هذه. اذا انتم كما كتشوفوا بالصوره، اذا كنتصادفوا هنايا اجي. اذا كنتصادفوا هنا بحمله تحسيسيه اللي كيقوموا بها السلطات. اذا كما كتشوفوا بالصوره السلطات اللي كيقوموا بواحد الحمله
التحسيسيه للمواطنين من اجل وضع الكمامه ومن اجل التباعد كنحييهم. اذا في ختام هذا المباشر دمتم بخير والى اللقاء.